بسم الله من نماذج الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، لأن هو ممكن يحدد لي حيطة معينة كيرتن وول، سواء مثلا هو يقول لي خش على الإليفيجن أو سيكشن معين موجود في اللوح اللي هو مدالي أو ليفل معين أو في 3D. المهم حيطة معينة لازم يحددها لي، تمام؟ هيقول لي حددها ويقول لي لو أنت غيرت في الهوريزونتال جريد الجستيفيكيشن بدل ما هو بيجيننج خليه أنت، شوف الاريا هتبقى كام، تمام؟ فهو مجرد ان في البروبرتيز بتاعته في الهورزونتال جريد او قال لي فيرتيكال جريد اي مكان الجاستيفيكيشن قال لي خلاها ان، خلاص خلاها ان وروح شوف الاريا، بلاقي ده الاريا 7.866، فبكتب له النتيجه ديت واخد الدرجه بتاع السؤال ده. الفكره كلها ان انا لازم امشي بالخطوات، ما اسيبش خطوه ما اعملهاش، لان لو سبتها اكيد الرقم هيختلف.